لم تتورع الميليشيا في حربها ضد مدينة تعز، غير أنها مستمرة في استهداف المدنيين سواء أكانوا من الرجال أو الأطفال أو النساء. القصف الأخير على أحياء المدينة أصاب مدنيين بينهم نساء جراء القذائف التي اطلقتها الميليشيا على أحياء مختلفة وسط المدينة وفقا لما ذكرته مصادر طبية. اتخذت قوات الميليشيا والمخلوع صالح من التباب الشرقية للمدينة مركزا لقصف الأحياء السكنية، كما حدث مؤخرا في أحياء الكمب وثعبات والجحملية وقرى الضباب وصبر، مخلفة خسائر مادية كبيرة في منازل المدنيين خلال الساعات الماضية. على مستوى المواجهات العسكرية، شهدت الجبهة الشمالية من المدينة مواجهات عنيفة بعد أن نفذت المقاومة الشعبية هجوما واسعا وطهرت عددا من المباني السكنية كانت تنتشر فيها القناصة، في حين تشهد جبهة الحصب غرب المدينة معارك عنيفة تمكنت المقاومة من السيطرة على عدد من المباني التي كان يتمركز فيها أفراد الميليشيا. اقتحام جامع الأنصار بقولة المرور وإن الله مستعدين للتحليلات الباشا بإذن الله اليوم. وقد أعلنت المقاومة الشعبية في بيان لها مقتل 29 من أفراد الميليشيا والمخلوع في حصيلة المعارك الأخيرة التي شهدتها جبهات عدة في المدينة. أما خارج المدينة، حققت المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني تقدما محدودا في مديرية المسراخ، حيث المواجهات تشتد على نطاق واسع وطهرت تلال القحقاح والجبينة والجنيد ومناطق محيطة بمركز المديرية. حرب مفتوحة في تعز، والمعارك في الجبهات تعيش حالة من الكر والفر، والميليشيا لم توقف قذائفها على المدنيين بل أنها تحصد الأرواح بشكل يومي دون مراعاة للقوانين الدولية المعنية بحماية المدنيين.